رجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة استوديو الحريفة. تعالوا بقى نروح دلوقتي لمباراة الأهلي اللي هتتلعب النهاردة مع الداخلية، وهنتكلم عن التشكيل، هنتكلم عن اللعيبة وعن المباراة. ومعنا في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير محسن لمنوم، واللي هيكلمنا عن مشوار الأهلي في البطولات اللي بيشارك فيها ورؤيته للحفلة بتاعت مين الأفضل امبارح وفوز ميسي بالجائزة. أستاذ محسن برحب بحضرتك، منورنا. أهلا بحضرتك. عايزين نبتدي خلينا نبتدي بحفله ذا بيست، ورايك في اختيار كل الجوائز يعني، لكن بالاخص ميسي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الاختيارات امبارح او الجوائز امبارح في ذا بيست كانت منطقيه تماما، لان هي السنه دي سنه مونديال. صح. يعني الناس كتير كانت بتتكلم مثلا عن ايه لعيبه ريال مدريد شويه اتظلمت، ده صحيح، لكن هو يعني مشكلتهم ان هم في سنه مونديال بتيجي كل اربع سنين، فالبطل في الغالب بيستحوذ على جوائز البطوله. طبعا كانت منطقيه تماما ان لعيبه الارجنتين او اغلبهم طبعا مارتينيز حارس المرمى والمدرب سكالوني وميسي طبعا السبعه، لكن حصل طبعا المره السابعه على الجائزه ذا بيست. لكن انا في وجهه نظري، بعيد بقى عن ميسي والكلام ده كله، انا في وجهه نظري الاكثر استحقاقا واللي كان يستحق بصراحه في يعني الكلام الكتير انه ياخده اللي هو المدرب سكالوني. سكالوني طبعا ميسي يعني مفيش كلام عليه، كلام عليه اصلا زودها في موضوع الجوائز بالظبط. هو لسه طول ما هو بيلعب هياخد جوائز. صح. لكن سكالوني، لان هو سكالوني يعني الناس كتير مش واخده بالها، او الناس بتقول لك انه مجرد انه مدرب الارجنتيني اللي فاز بكاس العالم فخلاص ياخد الجائزه، لكن لا، هو تولى المسؤوليه في ظروف صعبه جدا، لما منتخب الارجنتين خسر في كاس العالم 2018 في روسيا في دور ال 16 من فرنسا 4-3، وخرج من البطوله اتشال الجهاز الفني، وهو كانت ساعتها الظروف صعبه جدا. تخيل هو اتصعد من واحد احد افراد الجهاز الفني لمدير فني للفريق للمنتخب، وعنده يبقى خسران كاس عالم، خسر اثنين ورا بعض، المنتخب كان خسران اثنين ورا بعض كاس كوبا امريكا في الارجنتين قدام تشيلي الاثنين، وكمان ليونيل ميسي اللي هو افضل لاعب في الفريق وافضل لاعب في العالم اعلن اعتزاله. يعني كانت الدنيا سودة تماما في منتخب التانجو، بل بالعكس كمان المدربين الاخرين الارجنتينيين ما سابوش في حاله. يمكن كان اكتر تصريح بصراحه كان سيء جدا اطلقه الراحل طبعا العظيم مارادونا، لما قالك ده مش قادر على قياده حركه المرور زي كنت حركه المنتخب الارجنتيني، ومع ذلك قدر يرجع ميسي من الاعتزال او يقنعه من الاعتزال. قدر ياخد كوبا امريكا السنه اللي فاتت وعلى من البرازيل على ارض البرازيل، وما ادراك ما البرازيل والارجنتين طبعا ده الديربي الاكبر في امريكا الجنوبيه، وراح متوج ده بكاس العالم اللي خده في الارجنتين. فطبعا انا في وجهه نظري يستحق اكتر هو سكالوني المدير الفني، اللي امبارح بالمناسبه قبل حفل ذا بيست جددوا له لحد 2026، فده بصراحه شيء رائع جدا. طبعا كلهم يستحقوا، في ناس كان ممكن تاخد زي لعيبه ريال مدريد، لكن طبعا دي سنه المونديال فبتميل اكتر للمونديال، وطبعا زي ما تحركم سكالوني هو في وجهه نظري الافضل في هو ياخد الاستحقاق الاكبر في جوائز ذا بيست يعني. طيب استاذ محسن، حضرتك اول صحفي تعمل لقاء مع كريستيانو. تمام. كلمنا بقى عن اللقاء ده وكان عامل ازاي وايه يعني، احكي لنا عنه. يعني ده كان من 2014، كان في من 8 سنين، كان في عز مجده طبعا في ريال مدريد وقتها. انا فاكر طبعا، وما زال لحد دلوقتي بصراحه صعب اللقاء بيس. طبعا رتبته قبلها بسنه، كنت بقى بتواصل مع المسؤول الاعلامي لنادي ريال مدريد، هو على فكره صديق شخصي وما زال حتى معايا لحد دلوقتي بنتكلم على طول بعد اي ماتش على الواتساب يعني. فتواصلت معاه وقال لي صعب جدا، بس يعني نحاول يعني، خلينا كده ما بيديش يعني للعالم. يمكن كانت فرقت معانا حاجه واحده، ان هو خد في السنه دي جائزه الكره الذهبيه البالون دور، وما كانش بياخدها بقاله فتره، كان ميسي هو المستحوذ، فخدها. ويومها انا فاكر لما خد الجائزه بكى، فرحت انا اعمل له تمثال فرعوني براس رونالدو يحمل الكره الذهبيه، وبعتها له بقول له انا عملت له دي. فهو كان طبعا النصيب بقى حصل، قال انا بقول انا قاعدين في سويسرا ورونالدو قاعد بيتغدى جنبي، فشاف البتاع قال لي خلاص تعالى احدد لك ميعاد تيجي الجبهه، فخلاص لقط الطعم زي ما بيقولوا، وانا خدت الحوار. شطاره الصحفي بقى. لا، هو توفيق ربنا طبعا، الحمد لله. فعشان كده دي طبعا علامه فارقه، هو ما زال يعني سبحان الله يعني
ما زال قطب بصراحه، هو وميسي قطب الكره المتعه الكرويه في العالم، ويمكن حتى اعلى تسويقيا، والبزنس عنده عالي شويه عن ميسي، رغم موهبه ميسي الاكثر منه شويه. لكن طبعا مروحه بقى السعوديه ده قصه ثانيه هنتكلم فيها. بس احنا قبل ما احنا عايزين نتكلم عن الاهلي النهارده، ماتش الاهلي والداخليه، بس قبل ما نتكلم للاسف تاكيد اصابه لاعبنا خالد عبد الفتاح بجزع في الرباط الداخلي للركبه، وهيغيب مبدئيا للاسف لمده اسبوع. ربنا يرجعه بالسلامه يا رب ويبعد عننا الاصابات. وطبعا الاصابات للاسف بسبب ضغط المباريات، خلينا نقول ان هو حاجه طبيعيه يعني، او حاجه متعودين عليها كل موسم زي ما بيقول. يمكن الناس كانت بتتكلم اكتر وتقول لك مستشفى الاهلي بحكم كثره الاصابات، لكن انا عايز اقول ان ده قدر النادي الكبير. يعني الناس ايه، انا ضد شكوى النادي الاهلي من ضغط المباريات لسبب واحد، لان ده نادي كبير عندك سكواد كبير تقدر تعمل عمليه التدوير بتدمير اللعيبه. طبعا هو مرهق، انا متفق على ذلك، لكن لما نقول مثلا الاهلي بيلعب في الدوري المصري وبعدين ومثلا ايه راح طالع كاس العالم للانديه، مش مجرد لعب بطوله مجمعه في المغرب، لا يا جماعه ده هو كان قاعد في تطوان تبعد ساعه عن طنجه، راح لعب مدرسه اخرى، لعب اربع مدارس باربع قارات، وبعدين رجع على تطوان، بعدين رجع تاني على طنجه. لعب كتير الناس لا تعلم عنها شيء يعني، لا ما هي الناس شايفاها بس ما حدش بياخد باله، ما حدش بياخد. وبعدين طلع من طنجه الى الرباط تقريبا سفر اربع ساعات او خمس ساعات، يمكن اربع ساعات، وهناك قابل مدرسه مختلفه اللي هي المدرسه الاوروبيه ريال مدريد، وبعدين رجع تاني على طنجه عشان يقابل مدرسه رابعه اللي هي فلامينجو البرازيلي. كل دي مدارس وجهد ذاتي وتركيز تاني، وبعدين جاء من ده كله راح جاي على مصر، وبعدين راح اجازه يومين، وبعدين طلع على السودان في سفر اخر عشان يلعب. عشان كده الاهلي كان مستواه في مباراه الهلال كان سيء تماما، معذور انا بعذوره تماما في المباراه. وبعدين رجع من السودان على اسوان، لعب مباراه مع اسوان قدر يفوز بها، بعدين رجع تاني اصطدم بفريق هو اقوى فريق حاليا في دور الابطال بين كل 16 فرقه، بصراحه افضل فريق صن داونز، فريق كره ممتع حقيقي. جدا اعتقد الاهلي ما كانش سيء قدام هذا الفريق، الاهلي كان رائع جدا. صحيح. لا انا مش بجامل الاهلي، لكن الحقيقه الاهلي كان رائع جدا، قدر يعمل يعود بعد المباراه، بل بالعكس كان ممكن كمان يتاخر بهدفين، لكن هو قدر يعود في النتيجه بعد اهدار ضربه جزاء، قدر يعود وقدر يتقدم. لكن طبعا قدامه فريق كوره، ففي النهايه دي كره قدم ومش مشكله خالص ان الاهلي تعادل. لكن برضه ماتش صن داونز ده كان فيه اهدار كتير جدا لفرص مؤكده. صحيح، بس هو كانت الناس بتقول ايه، كانت الناس بتقول في الحته دي النادي الاهلي على الاقل المباراتين بتاع صن داونز ياخد منهم اربع نقاط، ما فيش اي مشاكل، اعكس الايه، انت تعادلت في كره روح فوز في جنوب افريقيا، او على الاقل تعادل ولا هي حسابات اخرى. ما زالت فرص النادي الاهلي في بطوله افريقيا بايده، ما زالت بايده. ان فاز في بطوله في الجوله الرابعه على صن داونز في جنوب افريقيا، هو في طريق مفتوح للتاهل. ان تعادل يعني هيبقى برده في ايده الى حد ما، بس برده الامور في ايده، بشرط الا يخسر في الجوله الرابعه اللي هي في جنوب افريقيا طبعا مع التسليم، عشان بس نكون واضحين ان كل هيكسب فريق قطن للاهلي هيلعبوا ان شاء الله في الجوله اللي هي مؤجله من الجوله الاولى. فريق قطن الكاميروني خسران ثلاث ماتشات تقريبا، ما عندوش اي فرصه، هيتغلب كل الماتشات رايح جاي. فدي امور مهمه، نمشي خطوه خطوه نخش على مواجهه النهارده، مواجهه الاهلي مع الداخليه، مواجهه مهمه. وشايف المواجهه دي اهميتها ايه بالنسبه للاهلي؟ والله هي يعني ضربه مش مزدوجه، ضربه ثلاثيه، يعني النادي الاهلي يفوز يعني يصالح جمهوره غضب بسبب يمكن معانا بدون قطع كلام حضرتك. ده كواليس هوا دلوقتي، كواليس قبل المباراه. النادي الاهلي كان عنده يصالح الفوز النهارده، بيضرب بيه عده عصافير بحجر واحد، ان هو رقم واحد يصالح جمهوره اللي غضب بسبب التعادل مع صن داونز وسرب بعض القلق، فدي حاجه. الحاجه الثانيه بيحافظ على يعني بسط سيطرته على جدول الدوري، لان العمليه مش دي الاسباب اللي خليته خسر الدوري السنه اللي فاتت والسنه قبلها، انه كان بيخسر النقاط بعد العوده من بطوله كاس العالم للانديه بسبب الارهاق والكلام الكتير. لكن لا، انت افصل تماما، لازم تكسب في ماتشات الدوري عشان ما تتعطلش والنزيف يحصل زي ما كل سنه. الحاجه الثالثه بتدي لك دفعه معنويه قبل مباراه القطن عشان يعني تاخد بقى المحفل العمل النفسي تاني. طبعا بالظبط، العمل النفسي. عشان كده الفوز النهارده مهم جدا، مش مجرد ثلاث نقاط، لا ثلاث نقاط دي حاجه للدوري. الاهلي حتى لو لا قدر الله تعثر في هذه المباراه، هو برده على متربع الدوري وفرق كبير عن منافسيه، لكن لازم يفوز عشان من وجهه نظر الاهلي طبعا لازم يفوز عشان العوامل اللي بتتحرك عليه، ان هو يسترد الثقه، يجهز نفسيا وبدنيا معنويا اقصد قبل مباراه القطن، ويصالح جمهوره، وعشان موضوع الدوري ده ما يتفتحش، لانه خسر بنفس الاسلوب اخر بطولتين خسرهم، اقصد الدوري طبعا، بنفس السيناريو، انه نزيف النقاط بعد العوده يتصدر ويروح كاس العالم للانديه ويجي مسلسل النزيف يشتغل. النادي الاهلي بفوزه النهارده بيضرب ثلاث عصافير بحجر. ان شاء الله الاهلي عنده غيابات يعني بالجمله،
متولي، ياسر ابراهيم، لا ياسر موجود، عبد المنعم، عبد القادر مش هيبقى موجود النهارده، حسين الشحات، سلية، حمدي فتحي مش عارفين هيبقى موجود النهارده ولا لا. ممكن كتير لعيبه كتير قوي في مراكز مختلفه ومراكز مهمه ولاعيبه مهمه، شايف ده هياثر ازاي على مشواره سواء كان في ماتش النهارده او كان في افريقيا؟ طبيعه اي غيابات بتاثر، لان بتقلل فرص المدير الفني في ان هو يبقى يعني يحكم سيطرته على الفريق كامل، بحكم ما بقاش عنده التغييرات الكتيره او الاوراق الكتيره. طب ازاي كولر يقدر يعوض الغيابات دي كلها؟ بعمليه التدوير، يعني هو النهارده مثلا احنا مثلا بقاله فتره برون سوفي ما بيلعبش، شادي حسين خلاص هم موجودين النهارده في القائمه، ممكن يلعبوا الله اعلم طبعا التشكيله هتبقى ايه. واحنا بالمناسبه جمهور الاهلي يثق تماما في اختيارات كولر، ومن كولر مدرب اثبت ان هو مدرب كبير بيعرف يقرا المباريات كويس جدا، احيانا يعني يعني المسائل تكلم لا يسمو بس عادي يعني، لا هو مدرب بيجود القراءة المباريات دي حقيقه يعني، وده يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي ان هو جرب 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 لحد ما ايه وجد ضلالته في كولر، اللي هو بصراحه مدرب رائع جدا، حتى عشان الناس قاعده تقول لك خسر ثلاث ماتشات ورا بعض ريال مدريد وفلامينجو والهلال، عمد خسر قدام ريال مدريد في الدقيقه يعني بعد الدقيقه 90 وكان ند للند ولو سجل التهاجم، امور كتير مش هنتكلم فيها يعني. أيوة لكن هو النهارده اساس، ما هو عشان كده قائمه الفريق يقدر 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 يعمل تداول. المباراه النهارده ليست سهله تماما، عشان ما حدش يقول لك ده الداخليه بقى والمركز مش عارف ال 15، لا الداخليه في المركز ال 15 ولكنها تبعد بنقطتين فقط عن صاحب المركز الاخير. الداخليه فريق بلغه الكوره فريق ريزل، عنده مدرب كابتن علاء عبد العال، على عبد العال هو كميته ماشيه مع الفريق، بيعرف يعني يضرب اي حد، لكن يجي عند الداخليه بيتالق وبيتعاملك بصراحه. قبل كده الداخليه يمكن من الدوري 2014 فاز على الاهلي ذهابا ايابا، فريق الداخليه مش سهل عندهم بصراحة. كمان نقطه قوه الهجمات المرتده، وانت عندك نص الملعب بتاعك، لا هو كمان اي حد يلعب الاهلي بيامن دفاعه بيلعب على المرتد اي حد عامه يعني، مشكله عندنا عشان كده في وجهه نظري النادي الاهلي في المباراه دي يعني ما يستناش للاخر عشان ما يحصلش التوتر بتاع اللعيبه وما يفرغش نص الملعب يعني وننتهز الفرص يعني ما نضيعش الفرص يعني. مشكله اداره الفرص دي يعني اكدها عدم وجود المهاجم القناص النهارده. امبارح مثلا اول امبارح كان في الهلال السعودي بيلعب الدحيل القطري، فاز 7 في قبل النهائي في دور ابطال اسيا، 4 تجوان منهم او 5 تجوان منهم جايبينهم ايجالو وماريجا الاثنين المهاجمين، واحد من مالي وواحد من نيجيريا، ما هي دي قيمه الهداف اللي هو ده ما بيتحسبش بقى، ده نرفع عنه سقف الفلوس، ده ملوش علاقه بالموضوع لان ده اللي بيترجم لك صحيح. يعني انت النهارده لو كان في لو كان الاهلي وفق في قبل مباراه كاس العالم مثلا كان جاب المركز الثالث، المركز الثالث بيفرق نص مليون دولار، ما هو ده ما هو ده من ثمنه وبيجيب ثمنه في كام ماتش. فعشان كده الحته دي تحديدا يعني اكيد مجلس اداره اكثر مني طبعا فاهم الكلام ده، لكن الناس برضو عارفه الكلام ده ان المهاجم صاحب المواصفات الخاصه ده ليه ثمنه. امبارح اول امبارح ماتش الهلال والدحيل خيره دليل على كده، قبل نهائي دوري ابطال اسيا وفريق بيفوز 7-1 هو 7-0. اللي بيكمل الجمل اللي بدأ من اول ملعب لاخره، لو المهاجم يعني بيضيع الفرص للاسف الشديد يعني الجمله بتنتهي، فرص كتيره ضاعت قدام فلامينجو، فرص كتيره ضاعت قدام سان داونز، كل الفرص دي كفيله انك تفوز بس خلاص. حتى ريال مدريد كان حتى ريال مدريد حتى ريال مدريد صح، هو الماتش الوحيد اللي ما ضاعش فرص كتيره يعني كان ماتش الهلال، لان انت خلاص كان مستواك يعني كان عندك نزل شويه. ده بشكل عام برضه الفريق برضه بتدور وما فيش وقت يعني للاسف، الوقت ما اسعفناش بس ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا. بالظبط، لكن المهاجم القناص لابد منه، هي دي الانديه الكبيره، عشان كده تلاقي الانديه الكبيره تلاقي مثلا بنزيما في ريال مدريد، يعني الامثله كتيره في كل حته، هم دول ده بيفرق مع النادي الاهلي يعني. طيب في لعيبه مش بتشارك الفتره اللي فاتت، برونو سافيو، شادي حسين، شايف هل ممكن يبقى ليهم مشاركات الفتره جداً اللي جايه مع كتر التلاحم؟ ممكن لسببين، ده هيبقى ان حدث هيبقى شيء جميل لسببين، رقم واحد انت بتستعدهم عشان برضو لو احتجتهم في اي وقت، لان انت المشاركات ما بين دور ابطال افريقيا وما بين الدوري وعندك الكاس وعندك ماتشات تانية ممكن يعني الموسم جاي، انت كمان الموسم ده انت ممكن يبقى عندك دور السوبر الافريقي، البطوله العربيه، الماتشات كتيره، فانت محتاجهم، فعشان لما تحتاجهم تلاقيهم، ده رقم واحد. رقم اثنين انت تريح العناصر الاساسيه، لان عدو النادي الاهلي في الفتره الحاليه ليست الاصابات رقم واحد، لكن الاصابات رقم اثنين، لكن رقم واحد هو بدنيا الاجهاد. الاجهاد مؤثر جدا على اللعيبه وبيأثر مع تتالي المباريات، مع الشحن، مع الضغط، مع فرق كبيره، انت داخل في معمعه في دوري ابطال افريقيا بحكم الظروف اللي حصلت والنتائج. بقت الاهلي وصن داونز والهلال لابد واحد فيهم اثنين منهم هيصعدوا واحد بره، فعشان انت ما تكونش الواحد اللي بره فمحتاج منك جهد اعلى، فعشان كده لازم تشارك اللعيبه اللي ما بتشتركش عشان
تلاقيهم وتريح الاساسيين، ودي طبيعه الفرق الكبيره. عشان كده هو بصراحه كولر الناس بتعيب في بعض الجمهور بيعيب ان هو بيعمل تداول كتير او تدوير كتير ما بين اللعيبه، لكن ده مطلوب لانه ما هو هيعمل ايه، ما هو كل 72 ساعه مباراه، فالدنيا والضغوط عاليه وسفر ومش يعني الضغوط عاليه. ده النادي الاهلي حتى بعد مباراه القطن دي مسافر ماتشين ورا بعض، جنوب افريقيا في جنوب 10 ساعات سفر، وبعديها طالع منها على بعد اسبوع على الكاميرون في الغرب، يعني رايح جاي وبعدين جاي، حتى ماتش هيكون مرهق بدنيا مع الهلال السوداني لحياه او موت، ملوش الموضوع ان شاء الله ما يبقاش فيها بره وجوه. فكل ده ضغط 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 ضغط، فكل ما تلاقي فرصه ان انت تشرك لعيبه ما بتشتركش ده كويس جدا، هيريح لك العناصر ويبقى عندك البدائل اللي انت ممكن تبقى متوفره ليك. عايز حضرتك تقول لي من وجهه نظرك شايف ايه التشكيل الامثل لمباراه النهارده؟ يعني هو التشكيل النهارده مجبر عليه، يعني بالاوراق يعني حتى كنا بنقول ورا كان ممكن خالد عبد الفتاح يبقى موجود اهو، ربنا يشفيه اصيب. فلكن طبعا شناوي اكيد، علي معلول، محمد هاني شمال ويمين، ممكن ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ممكن في النص بقى معرفش حمدي فتحي هيشارك ولا لا. انا دايما مش بحب اتكلم قوي في التشكيل، دي بتبقى وجهه نظر المدرب، بيبقى لامور اخرى. طبعا غياب السوليه فيبقى ديانج، ممكن قفشه يبقى يعني قدام شويه، معرفش حته قدام دي بتفرق جدا، وممكن يشرك كهربا من الاول او يقعدوا على الدكه زي ما بيحصل. انا في وجهه نظري ان النادي الاهلي او كولر في المباراه دي لازم يخلص مبكرا، يعني ما يقعدش زي كل ماتش للاخر والدنيا تتوتر، ما يقعدش لحد الدقيقه 75 80 90 بيبقى قلبي هيقف، بيبقى في توتر، بيبقى في توتر. ده بيحصل ده طبيعي جدا، بيوتر مش الجمهور، بيوتر اللعيبه في الملعب وبيخلي اللعب خشن شويه واللاعب الثاني بالظبط، والفريق المنافس هياخد نقطه من الاهلي مثلا، فبقى على اقل تقدير فبيضيع الوقت، ده مشروع تماما محدش يلوم حد. فعشان كده لازم الاهلي في وجهه نظر الاهلي طبعا كولر يحسم المباراه مبكرا عشان ما يخشش بقى في حزبه بيرما لنهايه المباراه. استاذ محسن بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا نورتنا، وان شاء الله تنورنا في حلقات جايه كتير. خلصت حلقتنا، هنروح دلوقتي لفقره استشاره طبيه لكن هتكون من حلقه سابقه، استنونا بكره في حلقه جديده ومواضيع مهمه. باي باي.